بقول له زي ما الرياضيين وقفت الشعب المصري كله لازم ينتفض ويقف مع رئيس الجمهوريه ويقف ورا الداخليه ويقف ورا الجيش، لان احنا محتاجين نقضي على الارهاب، والارهاب عمره ما هيكون موجود في مصر ان شاء الله باذن الله بشعب مصر قبل ما يكون قواته المسلحه وجيشه العظيم. انا بقول له اضرب من حديد واحنا وراك كلنا، واحنا 90 مليون عمره ما هيكون في ارهاب طالما 90 مليون موجودين.